إلى حضرة حبيبك شفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة قطب الرباني والغوث الصمداني عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، وإلى حضرة أبي عبد الله محمد بن سعيد البوسيري رضي الله تعالى عنه، وإلى حضرة سيدة منوارت بيبي رضي الله تعالى عنها، وإلى حضرة قطب العالم الشيخ أبي بكر المدوري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيدنا ومرشدنا سيد فضل بوغويا قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة شيخنا نور العلماء قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرة شيخنا سيد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول الشيخ عبد القادر الكندوري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.